السلام عليكم. أنت عايش بالماضي؟ بتفكر دائما بالماضي؟ هل دائما أحداث الماضي مسيطرة على جل تفكيرك؟ كل شيء حصل معك، ظلم، قهر، إخفاقات، فشل، دائما بتسيطر على تفكيرك؟ أنت بتعرف قديش بيسيطر الماضي على مستقبلك؟ هل تعلم قيمة أنك أنت تعرف تتعامل مع الماضي في صنع سعادة حقيقية في اللحظة هاي وفي المستقبل؟ معظم الناس بتسألني، وهذا سؤال أكثر شيوعاً عندي، دكتور كيف نتعامل مع الماضي؟ هل ننسى الماضي تبعنا بالمرة ونبلش بس نفكر في المستقبل؟ ولا يا دكتور لازم نرجع للماضي ونتعلم منه عشان نمشي للأمام؟ طبعاً السؤال نفسه ملغوم. ليش؟ لأنه معظم الناس لا تستطيع أن تصل إلى التوازن، بمعنى صعب كثير تحكي لإنسان أنت بلا ماضي، خلص ابدأ من الآن، وصعب كمان تحكي لإنسان ارجع للماضي وحلله واستفيد منه، لأن معظم الناس اللي بيحدث إنك أنت بترجع لماضيك، لكنك تصبح سجيناً لأفكار الماضي ولإخفاقات الماضي وللفشل اللي حصل في الماضي، وبالتالي لا تستطيع أن تتقدم أي خطوة في حياتك لأنك عايش في عقارب الساعة ورا مش للأمام. طيب انتبه للي بدي أحكي لك إياه، لأنه هاي استراتيجية. أولاً بدك دائما تعيد وتكرر وتفهم هاي المقولة. أنا عندي مقولة بحكي فيها إنك أنت اليوم لا تصنع ماضي من الماضي، بمعنى أنا باللحظة هاي بتصرف تصرفات، بعد شوي كل اللي عملته في هاللحظة سيصبح ماضي لأني راح أروح للمستقبل، وبالتالي إذا أنا في اللحظة هاي عم بفكر بس بالماضي تبعي، أنا عم بعمل ماضي، بخلق ماضي من الماضي، وبالتالي المفروض أني أنا أجد طريقة أني أطلع من هالسجن اللي اسمه الماضي وأتجه للأمام، ولكن يجب أن أخذ معي كل شيء أنا استفدته، وإلا فأنا سأذهب إلى نفس الأخطاء ونفس العثرات ونفس الإخفاقات. وأكيد أنتوا بتعرفوا ناس كثير بتضلها تعيد وتزيد في نفس الأخطاء، بتعرفوا ناس كثير مثلا تدخل في علاقات بتلاقي العلاقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلياتهم فاشلين. ليش؟ لأنه لم يتعلم أي شيء من الماضي، بالعكس هو عاش سجين للماضي، لذلك تتكرر نفس الأخطاء. إذن أولاً افهم أنك في اللحظة هاي أنت تصنع المستقبل، وبالتالي لا تصنع مستقبلك من ماضيك، لا تصنع الشيء اللي أنت بتعمله الآن اللي سيصبح فيما بعد ماضي، قد يؤثر على حياتك إيجاباً أو سلباً حسب المادة اللي بتصنع فيها. اليوم أنا لما بدي أخيط قميص أو بنطلون أو جاكيت، الماتيريال اللي أنا بستخدمه بيحدد استخدامه، هو للشتاء، هو للصيف، هو للربيع، وبالتالي أنت المادة اللي بتصنع فيها الآن اللحظة هاي اللي بدها تصبح فيما بعد ماضي، هاي المادة رح تحدد في المستقبل أنت حتعيش ربيع عمرك ولا خريف عمرك ولا شتاء ولا صيف. طيب السؤال، دكتور يعني هذا الكلام منطقي، شو نعمل؟ أول شيء في اللحظة اللي بتحس حالك غرقان بالتفكير، لأنه مرات أنت ممكن تصحى على حالك وتشوف أنك أنت دخلت في فكرة، تذكرت شيء من الماضي وسرحت فيها وبديت تعطيها مشاعر، وتحس بنفس الإحباط اللي كنت حاسه في هذيك اللحظة، وتحس أنه الناس خذلوك، وتعيش دور الضحية وتضلك عايش في هالموضوع، إلى أنك أنت تصحى على حالك بتلاقي أنك أنت ضيعت اللحظة وضيعت الحاضر وبالتالي ضيعت المستقبل. إذا كل ما تحس حالك أنك دخلت في هالتفكير السلبي وبديت تسترجع الماضي بطريقة سيئة، مباشرة نصيحتي امسك ورقة وقلم وحط هدف طويل الأمد، اتخذ قرار الآن، احكي أنا اليوم بدي أعمل لمستقبلي 1، 2، 3، اسأل حالك سؤال واحد، ماذا تريد أن تفعل في المستقبل؟ شيء إيجابي ينعكس على حياتك. احكي لحالك الماضي حصل، خليني أصنع وأعمل ماضي جديد، بس هذا الماضي الجديد رح يكون عبارة عن قرارات حتغير حياتي، لأن اليوم إذا أنا قررت أني أخذ، لنفترض بدي أضرب مثال، قررت أني أخذ دكتوراه في اللحظة هاي، قررت أني بدي أخذ دكتوراه، طيب شو بدي أعمل؟ بدي رسالة وبدي أطروحة وبدي أسجل في جامعة وبدي أختار التخصص، فمباشرة بحكي أنا قررت أني أخذ دكتوراه وبمسك ورقة وقلم، شو لازم أعمل؟ 1، 2، 3، 4، وشو تعمل؟ وهذا مهم كثير. أنا دائما بحكي، ويمكن طلاب مدرسة الحياة اللي بيتابعوني وبياخذوا معي دورات بيعرفوا، أنا لا أترك ساحة قرار من غير ما أخذ أكشن. يعني اليوم إذا قررت أني أخذ دكتوراه، مباشرة بفتح الكمبيوتر، بدور على جامعات، بدور على التخصص، بدور، بتصل. لا تأخذ قرار
موضوع القرار خطير جدا في عالمنا العربي، لأنه الناس بتفكر مجرد التفكير في شيء معناه أنه أنت أخذت قرار. لا، القرار لا يدخل تحت مسمى قرار إلا لما يكون بدأت بالتنفيذ. لذلك عشان ما تعيش رهين وحبيس للماضي، تذكر أنك أنت اللحظة هاي عم تصنع الماضي اللي رح يجي للأمام. تذكر أنك اليوم إذا بديت في موضوع، وهاي القوة اللي ربنا أعطانا إياها، بدك تعرف شو ربنا أعطاك قوة؟ قوة اتخاذ القرار. اليوم بدك تبدأ من الآن تخطط لمستقبلك وتاخذ قرارات. كل ما تفكر في الماضي خذ قرار، كل ما تفكر في الماضي وتغرق في الماضي اصحى على حالك وخذ قرار. هذا الموضوع حيغير حياتك. أنا شخصيا وعن تجربة شخصية منذ فترة طويلة كنت دائما أعيش في الماضي، إنه ليش صار هيك، وليش ما دخلت هون، وليش ما سافرت على البلد هاي، وليش ما عملت كذا، وليش كذا، وليش أبوي عمل، وليش أمي عملت، وليش أخوي، وليش أهلي، وليش أصدقائي. وبالتالي عودت نفسي، وهي برمجة لغوية عصبية، عودت نفسي كل ما أحس حالي غرقت في، لأن مرات أنت بتنغمس في التفكير في الماضي، وبتبلش تحس على حالك، جسمك بتغير، ملامح وجهك بتتغير، الجسم يستجيب لما تفكر به. لذلك مباشرة بغير حواري مع نفسي، بمسك ورقة وقلم وبكتب ماذا سأفعل لأصنع ماضي أفضل من الماضي اللي كان عندي. راح أعمل 1 2 3 4. والحمد لله اللي أنا وصلت له اليوم، أني فضل ونعمة من رب العالمين أني أكون أنا أحد الأشخاص الملهمين في حياة ناس كثيرة، أني أغير ناس من قمة السلبية لقمة الإيجابية لقمة العطاء. هذا كله كان سببه أني أنا استطعت أني أتخلص من أي شوائب في الماضي، واستطعت أني أصنع ماضي جديد لإلي، ماضي جديد لإلي بإيجابية وبإيدي. بإيدك تصنع ماضيك، لا تضلك واقف عند الماضي اللي يمكن في لحظة من اللحظات حصل لأنك ما كنتش واعي. مشكلتنا أنه إحنا مش واعيين للي بيحصل حوالينا، مشكلتنا أنه نحن الحياة تحدث لإلنا، تحدث معنا، لكن نحن لا نعي لماذا، لا نفكر لماذا. التدبر والتفكر والقراءة في أفكار جديدة، هذا الموضوع كثير مهم حتى تغير الماضي وتكتب أنت ماضيك بشكل جديد. إذا بتسألوني اليوم عن الماضي، بتذكر يوم ما أخذت شهادتي في التدريب، بتذكر وطبعاً أخذت شهادة التدريب بس كان القرار 6 سنين فيما قبل. يعني أنا قبل 6 سنين من أخذ الشهادة كنت أخذت قرار أني سأصنع ماضي جميل. أنا اليوم بحكي لكم إياه على أنه ماضي، الماضي تبعي لما فتحت مدرسة الحياة، بتذكر كيف بنيت الفكرة في راسي وكيف حكيت أنه في يوم الأيام رح أكيد كلياتنا إنك ميت وإنهم ميتون. حيجي يحكوا كان في دكتور اسمه الدكتور حسن المزين بدأ فكرة مدرسة الحياة، أنا اللي عملت الماضي. كل القرارات اللي أخذتها كان هدفها أني أصنع ماضي من المستقبل مش ماضي من الماضي. يجب أنك أنت تتعلم كيف تتعامل مع ماضيك، احترم ماضيك، وكل ما تحس حالك منغمس في سلبية الماضي خذ قرارات واحكي يا ماضي رح أغيرك ورح أعمل ماضي جديد مليء بالإنجازات. يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا سبسكرايب على الصفحة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل شغلة جديدة، وإن شاء الله يا رب كلياتنا بنلتقي في يوم من الأيام وبنصير نحكي الماضي تبعي جميل لأني أخذت قرار إني أعمله بطريقة مختلفة. الله يعطيكم ألف عافية.